أريد من يسقيني أو يطعمني أو يؤويني، سأهلك عطشا وجوعا. لا تتركني وترحل يا حصاني. من أنت؟ من أنت يا هذا؟ لا تخاف، أنت وحصانك بأمان. تعال انهض. هل أستطيع أن تنهض؟ حصان حصان. تعال 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 يا رجل، اجلس هنا. هنا كم أنت متعب. أتشرب ماء أم لبنا؟ ماء. هات الماء يا ابنتي. صحة وهناء. بعد ذلك سنسقيك من لذيذ الشراب. وكيف عرفت أني أحب الشراب وأشتهي؟ وأعرف أي نوع من الشراب تشتهي. إنه كقول الشاعر: وصهباء صرف كلون القصوص باكرت في الصبح سوارها، فتورا تميل بنا مرة وطورا نعالج إمرارها، تكاد تغشي ولما تذق، تكاد تنشي ولما تذق، وتغشي المفاصل إفتارها، تدب لها فترة في العظام وتغشي الذؤابة فوارها. وتحفظ شعري؟ هذا الذي قلته من شعري. أعلم ذلك، إنه من قصيدتك التي بطلعها لميثاء دار عفا رسمها، فما إن تبين أسطارها. ما كنت أعلم أن رجلا مثلك في وسط هذه الفلاة يحفظ شعري. والآن سنسقيك من لذيذ الشراب. تعالي يا ابنتي، تعالي تعالي واسقي عمك الأعشى مزيدا من الشراب. وتعرف اسمي إذن؟ كيف لا أعرفك يا أبا بصير، يا صناجة العرب، وأنت القائل: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجل وحل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة، فلا ريث ولا عجل. إذا تقوم يضوع المسك أصورة، والزنبق الورد من أردانها شامل. أتعرف من هريرة هذه يا أبا بصير؟ إنها ابنتي هذه التي سقتك. تعالي أنت يا ابنتي، تعالي أنت الأخرى. اجلسي يا هنا، اجلسي. هذه ابنتي الأخرى التي تقول فيها: رحلت سمية غدوة أحمالها غضبا عليك، فما تقول بدلها؟ هذا النهار بدالها من همها، ما بالها بالليل زال زوالها. لا يمكن، لا يمكن، هذه الأبيات قلتها بيني وبين نفسي عندما كنت في الصحراء، كيف وصلت إليك أيها الكهل العجيب المريب؟ لا عليك يا أبا بصير، وأعرف أنك نظمتها لتمدح بها صاحبك قيس بن معدي كرم. ويني، أين أنا؟ انتظر يا رجل، يا سيدي.
سأجل، لا أريد سماع المزيد. بل يجب أن تسمع، يجب أن تسمع. اسمع، أما سمعت بشيطان الشعر؟ يقولون أن لكل شاعر شيطان. وهذا هو أنا يا ميمون، هذا هو أنا، أنا من يلهمك الشعر، أنا مصحل بن أثاثة. أين أنا؟ أنت في وادي عبقر. وادي الجيش. لا انتظر، انتظر عشا. العشا كان يسهر ويسمر في وادي عبقر. نزلت ضيفا على شيطان شعرك في وادي عبقر يا أبا بصير؟ واسمه مسحل بن أثاثة. أي منخل أو جلاد، وهي ابنته نبتة ملفوفة الجذور. لا أكاد أصدق. وهل صدقت نفسي حتى تصدقني أنت؟ لا أدري كيف ساريت ليلا، كنت لا أرى ولا ألتفت خلفي، فقد ساريت مغمض العينين يبلى بعد الكرم. لا أدري أصدقك أم أكذبك. سأسمعك شعراً ينسيك كل هذا. أهو من إلهام صاحبك مسحل بن أثاثة؟ لا أدري، سأله إن لقيته. أسمعني، أسمعني يا ابن بصير. خالط القلب هموم وحزن وإدكار بعدما كان اطمأن، فهو مشغوف بهند هائم يرعوي حينا وأحيانا يحن، بلعوب طيبت أردانها رخصت الأطراف كالرئم الأغن، رب يوم قد تجودين لنا بعطايا لم تكدرها المنن، أنت سلمى، أنت سلمى هم نفسي، فاذكري يا سلمى لا يوجد للنفس ثمن. بأبي الأشعث قيس إنه يشتري الحمد بمنفوس الثمن، جئته يوما فأدنى مجلسي وحباني بنياق كالسفن. وأنا سأجعلك تتخير نوقا من نياقي كالسفن يا أبا بصير. مثلك لا يرد ضيفه خائبا يا سيدي. ولا محزونا، وستظل تأكل وتشرب وتطرب ما دمت معي. لا إقامة لي بأرض كما تعلم يا سيدي، فأنا ما أن أريح بدني حتى أستعد للرحيل ثانية. أرجو أن تبقى أياما وأيام كي ترتاح وتسمع. ما دمت في ضيافة سيدي فسأسمع ولا ريب. جئتك بخبر سيسرك يا رجل. خيرا، هل أهدى لنا أحدهم تمرة؟ رحم الله والدك الذي أتلف مالح على الضيوف، ومن ينزل عليه طالبا جملا أو ناقة، ولم يبقي لك ولإخوتك غير الفقر. هذا هو الخبر الذي يسرني سماعه يا امرأة؟ اسمعني وافعل ما أقوله لك، فإننا إن بقينا على هذه الحال قتلنا الفقر والجوع، ولن تجد لبناتك من يتزوجهن. ما الذي أستطيع أن أفعله يا امرأة؟ هل أخرج للأسواق وأنادي من يريد بنات فقيرات من أصل وحسب وبيت شرف؟ دع غيرك يعلن عن ذلك يا رجل، هذا العشا قد نزل في الحي، وهو شاعر مسموع الصوت يدور في الأسواق والأحياء ينشد الشعر. أعلم هذا. عليك إذن أن تدعوه وتنحر له وتبالغ بإكرامه فيمدحك ويشيع خبرك. ويحك يا امرأة، ليس لدينا سوى نعجة واحدة نشرب من لبنها ونسقي البنات، فكيف أنحرها؟ لا سبيل لضيوع صيتك وإقبال الناس عليك غير هذا. جارتنا نصحتني وهي صاحبة تجربة، فعمها كسد تجارته في الشام، فما كان منه غير أن يمنح شاعرا بعض المال ليمدحه، وكان ما كان يا رجل، نفقت التجارة وأثر الرجل. نعم نعم، لي علم بمثل هذه الأخبار. وما الذي تنتظره إذن؟ هيا هيا. وكأس
كعين الديك باكرت حدها بغتيان صدق والنواقيس تضرب سلاف كأن الزعفران بها وعندها يصفق فينا جودها ثم يقطب لها أرج بالبيت عال كأنما ألم به من تجر دارين أزكب. وبعد اسمعنا. نعم لا أحد يشبع من شعرك. ولا أنا شبعت من طعامكم وشرابكم. ستشبع عندي من ألذ الطعام والشراب يا أبا بصير. عندي في دار العز. نعم تعال معي فناري تتقد تحت شواء يقطر دهنا وعندي لك زق خمر مما تحب. ولكن قل يا رجل من أنا؟ أنا المحلق معروف في قومي وجيراني. تعال معي هيا. حسنا خذ بيدي فهلي لا أقوى على الوقوف. هيا بنا يا رجل هيا. وداعا يا بخلاء. تفضل تفضل يا أبا بصير تفضل. والله ما أكرمني أحد مثل كرمك أيها المحلق، وإني سأجعل ذكرك يحلق في أحياء العرب. لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق تشب لمقرونين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. يداه يدا صدق فكف مفيدة وأخرى إذا ما ظن بالزاد تنفق. نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. من هذا الرجل الذي تمدحه؟ أريد أن أزور هذا الرجل وأتعرف عليه. إنه من كلاب من أحسن بيوتها وله أجمل وأنبل البنات، فبادروا لخطبتهن لتنالوا شرف المكان. هيا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل. جئت أخطب لابني وابن أخي. أنا سبقتك يا حذيفة، وزوجتي كلمت زوجة المحلق بشأن ابنته. لسيد المحلق 8 بنات، فلا تتشاجروا ودعوني أخطب الصغرى. حسنا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ذلك حي من أحياء العرب، سنجد الماء والشراب وربما الإكرام والإنعام. هيا هيا يا حصان. هيا. من أراد أن يشتري تمر فليأتي إلينا، تمر طيب. تفضلوا. سنقيم السوق هنا. جاءكم من سيجتمع إليه الناس من كل مكان، وباسمه سنقيم السوق. من هذا الذي تعني؟ الشاعر الأعشى. إنه في طريقه إلى الملك النعمان، وهو يتخذ حينا دار راحة كلما أراد الرحيل إلى الحيرة. سأشيع بين الناس خبر حلول الأعشى بيننا. قل يا أبا بصير إنه زبد من لبن أحسن شياهنا. ستقضي الليلة عندي في شراب وشواء. دع النهار يمضي ثم حدثني حديث الليل. الليل حديث. عجلوا بالشراء فالأعشى سينشدكم. ما حال الشواء يا رجل؟ سينضج بعد قليل، سأتيك بمزيد من الشراب. هيا هيا هيا.
هيا. تعال واجلس، اجلس وشاركنا. أعطيه قدحا. شرابكم حرك في نفسي الغزل. اسمعوا اسمعوا، صح القلب من ذكرى نفيلة بعدما يكون لها مثل الأسير المكبل، لها قدم ريا سباط بنانها، قد اعتدلت في حسن خلق متبتل، وساقان مار اللحم مهورا عليهما إلى منتهى خلخالها المتسلسل، ونهدان كالرمانتين، وجيدها كجيد غزال غير أن لم يعطل. ليتني نفيلة التي تغزلت بها يا أبا بصير. نفيلة التي ذكرها لعشة ليست غولا من الغيلان مثلك. أنا لم أرى نفيلة هذه. فلوح بها إليك شيطان شعرك. دعني من ذكر ابن أثاثة، إنه ملعون ابن ملعون ابن أثاثة هذا. نحن في الأشهر الحرم ولا يجوز شتم الناس وهجوهم. مسحل ابن أثاثة ليس من الناس يا ناس، وإني لهجوه كل يوم. كما هجوت عمرو بن ثعلبة في الشهر الحرام؟ نعم، إنه يستحق الهجاء وقد قلت فيه، بنو الشهر الحرام فلست منهم، ولست من الكرام بني العبيد، ولا من رهط جبار بن قرط، ولا من رهط حارثة بن زيد. آه لو يسمعك عمرو بن ثعلبة. لا أحد يخبره بخبر الأعشى. وهل عاد إليكم عمرو بن ثعلبة يا قوم؟ إنه لا يفارقنا. يجب أن أرحل، فالحيرة بعيدة وأريد أن أصل إليها سريعا. إلى اللقاء. الشواء يا أبا بصير. قلوه أنتم بالهناء والشفاء. أبا بصير. إني لا أعجب من شاعر ضعيف البصر مثلك، كيف يتغزل بالنساء ويصفهن وصفا دقيقا. كل الشعراء يصفون النساء حتى وإن لم يعاشروا إلا امرأة واحدة تلازمهم ملازمة المرض والهم. إنه يذكر أهل بيته يا مولاي. وهل زوجتك ثقيلة على قلبك لهذه الدرجة؟ عندما كانت في بيتي كانت تنكدني صبح مساء. أليست في بيتك الآن؟ ماتت أم رحلت؟ لا أريد أن أكدر ليلى مولاي بخبر مثل هذا. كل أخبارك تسر النفس يا أبا بصير، حتى ما تظنه يثير الهموم. لنسمع أولا أيها الوزير ثم نحكم. تسمع خيرا، فأنا كما يعلم مولاي لا أستقر أو أسكن في مكان واحد سوى شهر أو شهرين، وكانت زوجتي سترحل يا رجل؟ ترحل وقد كنت في تياحين طوال الشتاء؟ وقد جئتك بمال وثياب وزينة وكل ما تحتاجه المرأة. أهو هذا الذي تحتاجه المرأة من زوجها فقط يا رجل؟ وماذا تريد إذن؟ تريد زوجا يقيم معها، يشاركها الحياة بحلوها ومرها. ذلك لمن له مهنة المقيم كعمل في السوق أو غيره. أما أنا فشاعر جوال أدور في أسواق الشعر وأدخل على مجالس الملوك والأمراء، ولا أحد يستطيع أن يكسب من الملوك إلا إذا تقرب إليهم ومدحهم.
لدينا من المال ما يكفينا، وتستطيع أن تجد لك عملا أو تجارة تبقيك هنا. هنا؟ حبيس هذا البيت؟ دائما أسمع منك ما يوجع النفس والقلب. هكذا إذن، فأنا أوجع نفسك وقلبك. ما أبقاني هنا بعد الآن، أليس لي أهل ألجأ إليهم لأنجو من العيش مع شاعر جوال مثلك؟ أنا ذاهبة بلا عودة. أتريدين الطلاق؟ صار الطلاق أمنيتي. حسنا، لك ما شئت. وهكذا طلقتها غير آسف. وهل يأسف رجل مثل الأعشى على فراقي من تريد أن تقيده؟ لا أيها الوزير، فشاعر رقيق الحس مثل الأعشى لا يفارق بلا أسف وألم. صدقت يا مولاي، أحزنني فراقها. وقلت شعرا في فراق زوجك، أليس كذلك؟ نعم يا مولاي، قلت: يا جارتي بيني فإنك طالقة، كذاك أمور الناس غاد وطارقة، وبيني فإن البين خير من العصا، وإلا نزل فوق رأسك بارقة. وما ذاك من جرب عظيم جنيته، ولا أن تكوني جئت فينا ببائقة. وبيني حصان العرض غير ذميمة وموموقة فينا كذاك ووامقة. هذا قول رجل كريم أحسن العشرة والفراق. صدقت يا مولاي، فالأعشى ذكر محاسن زوجته حين طلقها ولم يذكر لها عيبا. من أراد أن يمدح رجلا لا عيب فيه فليمدح مولانا النعمان دام عزه. إليك أبيت اللعن كان مسيرنا، إلى الماجد الفرع الجواد المحمدي، إلى ملك لا يقطع الليل همه خروج تروك للفراش الممهدي، طويل نجاد السيف يبعث همه نيام القطى بالليل في كل مهجدي. فما وجدتك الحرب إذ فر نابها على الأمر نعاسا على كل مرقدي. أحسنت، ولا يحسن غيرك مثل هذا المدح. إنما هي أخلاق مولانا وعظيم كرمه توحي الشعر في النفس وتحركه بداخل القلب. لهذا القول جائزة لك مع جائزة الشعر. دام عز مولاي، فإني لا أستمتع في مجلس سوى في مجلسكم الذي فيه يكتمل السرور والحبور. ومع هذا ستفارقنا؟ إنه داء الترحال يا مولاي الذي لا بد منه. ترحل محفوفا بالسلامة. هذا لا يكون، ليس لكسرى أن يرسل لنا طالبا منا أن نرضي رغباته ونتخير له نساء عربيات جميلات، لأنه يشتهي أن يلون وينوع في نساء قصره. كأنه يطلب بضاعة رخيصة ينالها كما يريد. هذا استصغار للعرب جميعا يا مولاي. لا يكون له ما يريد، وإني سأرده ردا عنيفا. أرى يا مولاي أن يرده معك كل العرب حتى لا يستهين بقوتك، حين يعلم أن وراءها قوة العرب جميعا. صدقت، وإني سأجمع رأي الناس إلى رأيي وأرسل إلى وجوه القبائل كي أجتمع بهم.
الرجز هو شعر يرتجل عادة، وبعضهم يقول إنه شعر حرب ووقائع، كقول الشاعر وهو يدور في معركة بيده سيفه وينادي قومه: يا قوم لا تغرنكم هذه الخرق، ولا وميض السيف في الشمس برق، من لم يقاتل منكم هذا العنق فجنبوه الحرب واسقوه المرق. أنا أحفظ أرجوزة قالها شاعر في أيام ذي قار. أسمع. قد جد شياعكم فجدوا، ما علتي وأنا مؤد جلد، والقوس فيها وتر عرد مثل ذراع البكر أو أشد، إن المنايا ليس منها بد، نفسي فداكم وأبي والجد. ذكرتني بأيام ذي قار وما كان فيها، وكيف حدث ما حدث للنعمان حين قتله كسرى غترا. ولكن بني شيبان أجاروا أهله وثأروا منتقمين من كسرى وجيشه. أتعلمون أنه من عجيب الاتفاق أن يكون ضيفنا الذي نزل في دار أسلم بن مازن من الشعراء الذين شهدوا تلك الأيام؟ من هو يا سيدي؟ ليتنا نجلس إليه ونحادثه. هيا بنا، فأنا أريد أن أجالس ذلك الشاعر الكهل. هيا. هناك من يريد الدخول عليك يا عم. من؟ صاحب الدار أم شخص آخر؟ أنا ابن عم صاحب الدار، وهؤلاء من أهل الأدب والشعر، جئنا لنجالسك ونستمع من شعر. مرحبا بكم، ولكن ما نفع مجلس رجل شيخ ضعيف كليل البصر مثلي؟ وهل ينفع أمثالنا غير شاعر كبير مثلك يا سيد الشعراء؟ أيوة الشاعر. اجلسوا اجلسوا اجلسوا. سأجلس معكم الليلة لأني سأرحل بعد غد. ألا تمل الرحيل يا أبا بصير؟ ليس بيدي، فأنا أجد نفسي لا تألف المقام بأرض إلا ونازعتني طالبة مني الرحيل إلى مقام آخر. أنت كالسحابة التي تسير بالسماء تنثر مطرها على كل أرض تمر عليها. ومطرك الشعر ينبت أحسن الشجر والثمر. قولكما فيه من معاني الشعر وروحه، غير أنه ليس شعرا لأنه لا ينتظم بميزان وقافية. يا سيد الشعراء، ذكرنا فيما ذكرنا رجزا قاله أحد الشعراء في واقعة ذي قار، وأعلم أنك ممن شهد تلك الواقعة. نعم نعم، أذكر ذلك، كان ذلك منذ سنوات. والسنوات لا تنسيك ما قلته من شعر، أليس كذلك؟ الشيء بشيء يذكر، وأنا لا أذكر ذي قار إلا وذكرت أبياتا قلتها بحماسة عندما علمت أن جيش كسرى ولا هاربا أمام قوة العرب. أسمعنا إذن يا شيخنا. وجند كسرى غداة الروع صبحهم، منا كتائب تزج الموت فانصرفوا، إذا أمالوا إلى النشاب أيديهم منا ببيض، فظل الهام يختطف، وخير بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا، وكاد اليوم ينتصف. لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف، لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكر فينصرفوا. قالوا البقية والهندي يحصدهم، ولا بقية إلا الثأر فانكشفوا. إذا شئت أن تكتب ما يقوله شاعرنا الأعشى من شعر
فإنك ستتعب من الكتابة. وأنا سأتعب إن طلبتم مني أن أنشدكم من شعري ومن شعر غيري. أما نحن فلن نتعب أو نمل يا سيد. حسنا، أسمع منكم أولا. ليس فينا شاعر كي تسمع منا. ما أنتم رواد مجالس تحبون أن تسمعوا فقط؟ بعضنا يقول الشعر، لكننا في حضرة شاعر مثلك لا نجرؤ على القول. هذا صحيح يا أبا بصير. هذا ليس صحيحا، فمن يجد في نفسه قوة الشعر لا يتردد في أن يجازف بإنشاده حتى ولو في حضرة الملوك والأمراء والسادة. هذا درس تعلمناه الآن من سيدنا الشاعر الكبير. الجلوس إلى أمثالكم يا أبا بصير يكسب المتأدب أدبا وعلما. لم أسمع من أحدكم شعرا إلى الآن. هل أقرأ ما أحفظه من شعر امرئ القيس؟ ليتك تفعل، فأنا أطرب لسماع شعره. تشجع يا ولدي وأنشدنا. قال امرؤ القيس: ألما على الربع القديم بعسعسا، كأني أناجي أو أكلم أخرسا، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعسا، ناوأني داء القديم فغلسا، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا. وما خفت تبريح الحياة كما أرى تضيق ذراعي أن أقوم فألبس. إلى أين يا أبا بصير؟ لا أريد البقاء، أريد أن أرحل إلى داري وأهلي قبل أن من أنت يا بدر؟ أنا حذيفة ابن صاحبك شداد. شداد مات منذ زمن، ولكن الذي يرد البنين لا يموت. خذني إلى الدار، ولو أني سأبقى بلا نوم ولا راحة. سأدخل معك وأجالسك. سئمت الفراش والرقاد وطول السهر. أهو عشق قديم تحرك في نفسك يا عمّا؟ إيه يا ولدي، عشق لا يشبهه عشق. حدثني يا عم، فأنا أريد أن أعرف كيف كان الحب في زمانك. أنا أتحدث عن عشق السفر والرحيل والتجوال يا هذا. أنت في هذا مضرب المثل في الحي، فالناس يقولون فلان كالأعشى لا يستقر في دار أو أرض. وها أنا ذا قعيد بيتي، ضعيف البصر كثير السهر. ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعاد كما عاد السليم المسهد؟ وما ذاك من عشق النساء، وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددة. ولكن أرى الدهر الذي هو خائني، إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا. شباب وشيب وافتقار وثروة، فلله هذا الدهر كيف تردد.
وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا حيث شبت وأمرد. ذاك زمن قد مضى ومضى أهله، ونحن الآن في زمن له حادثه وحديثه. حديث مكة والدين الجديد، أهذا ما يدور الآن في المجالس يا ولدي؟ نعم، لقد ظهر دين جديد يدعو إليه رجل من قريش اسمه محمد. سمعت بهذا، ولكني لا أدري من هو محمد. إنه من قريش، أعرف قريشا وبيوتها، فمن أي بيت هو؟ هاشمي، من أولاد عبد المطلب. أكرم وأنعم بالسادة النجوب، فهم يا ولدي ليس فيهم من يعاب، ولا أظن محمدا إلا رجلا يدعو إلى الخير. سيذهب وفد من أهلنا إلى يثرب للقاء محمد. متى ينوون الرحيل؟ بعد أيام، ولكن ما سبب سؤالك ولهفتك هذه؟ أريد أن أرحل معهم، أريد من يحدثني عن محمد. هل تقوى على الرحيل يا أبا بصير؟ هذا رحيل آخر. لقد سمعت من رهبان الشام عن دين جديد سيظهر في الجزيرة، وقد صدق الخبر. وفي يثرب أستطيع أن أرى محمدا وأعرف ما يدعو إليه. سأعد لك ما يحملك إلى يثرب. أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصده.